ليه كده يا رب؟ بس ليه كده؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. مش معترضة على إرادتك ولا حاجة، أكيد ليك حكمة في المرض اللي انت بلتني بيه، مستنياك تاخدني أي وقت. لا لا والنبي متقوليش كده، ده أنا ماليش حد غيرك. احنا الحمد لله رحنا بدري وهنلحقه ويبقى كويس، مش هيشيلوا لك صدرك ولا حاجه وهتبقى زي الفل. ايه بس يا عبد، المرض ده اصلا ملوش علاج يا عبد، ملوش علاج. لا ليه علاج، والله ليه علاج، وهتبقى كويسه وزي الفل والله. ما تخافيش، عايزك تبعدني بحاجه يا عبد، تتأمري تاخد بالك من دعاء وبتال وتخليهم يخلصوا الجامعة اللي انا مخلصتهاش. انا وانت هنخليهم يخلصوا الجامعة وهتحضر الفرح وتشوفوا ولادهم وولاد ولادهم كمان. ايوه ما تخافيش. يا رب يا رب حكمتك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. امسك نفسك، امسك نفسك، وبنات ملهمش غيرك. انا كويس، انا كويس.